الساعه راهي 11 و6 دقائق في جو راديو. مازلنا معكم مازال خليك في الجو. ديباسينا الوقت على ميسيون مي باسكو سي لا ديرنيير ميسيون هذه حتوحشونا حتوحشوا لي خفاف جيست اي لي زانفيتي تاعنا. دونك نشينيو ديريكتومون مع محمد امين خادري بيولوجيست نوتريسيونيست ماسو ثيرابوت يدير الحجامه. حنا نحكوا على بزاف عفايس. مرحبا بك امين. هاتي امين امين هاتي في لي ريزو تو سامبلومون. امين هاتي في لي ريزو. ميرسي بوكو نازيم. واش راك؟ السلام عليكم. رمزي ريما نهاد. يس تخي بيان. مرحبا بك. الله يحفظك. ان شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم. اه هو خفيف 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 كي الحجامه. اه خفيف تولي خفيف كي الحجامه. عاد شكون درتو الحجامه المره اللي فاتت؟ صحيت نروح نقول لك واش داروا. خليه يهضر بعد. لا والحم لا والحم شربوا الحليب. حاجه تاع بروتين كالسيوم. انت غير قلت لهم نص ساعه من قلعوا لي مش موافين اصلا يدوروا به. موافين بالخضر. انا ما درتش حجام. نو كنتي معاهم على بالي واش داروا. دونك امين اسكو تقدر زعما تبريزونتي روحك هكا للناس اللي يسمعوا؟ داكور. دونك سي امين خادري بون بيولوجيست. بيولوجيست ابخي فوالا درت لا بيولوجي في اليو اس تي اتش بي دونك باب زوار. بور لو مومون راني نخدم في لا فارماسي دونك اسيستون فارماسيوتيك. اي ثاني نخدم دون ان سونتر وين جو براتيك الحجامه الى ماديروثيرابي اللي ما يعرفوهاش الناس. التدليك التخسيسي يعني لو ماساج امنسيسون. اه اوكي فوالا. نورمالمون هضرت بريسك كلشي. اللي ما شفت سمعت التدليك قالت اه سي لوكازيون باش تشي. ما قلتوناش ما قلتوناش. لا لا فوندون شوكولا سي بون. فوندون شوكولا ولا لا ديما على باليش. انا اللي حابه نشيان من عند ربي هاك برك دائما ندير حتى مشهود. سي كوا لي كونساي تاع امين هالتي؟ دونك كاين بليزيور ريجيم. كاين دي ريجيم وين تقدري تاكلي يعني دي سكرري ولا وتشاني كيما لو جان انترميتون. مي الحاجه اللي لازم ديريها سي كو تعرفي واش يعني وقتاش تاكلي لي زاليمون اللي فيهم لاندكس غليسيميك. دونك دي بريفيرونس تاكليهم الصباح اللي فيهم لاندكس غليسيميك با تاكليهم العشيه. فوالا هي دو بريفيرونس. نعرف وين تناكل كي يرقدوا ولادين هذاك كل وقت. دونك وين تيرقدوا الله اعلم. يحفظهم لك الله. هي كل مره تتبدل انا. قولي امين انت السونتر صدق لي باسيون يجوا اكثر على على واش على واش على الحجامه ولا على الماسوثيرابي؟ دونك جينيرالمون يجوا بزاف على الحجامه. لا ماديروثيرابي دونك كانوا بزاف النساء اللي يهتموا بهذا الشيء. بون بدات ريسامون هنا في الجزائر دونك صافي بريسك هكاك اون اني وين لي جون يسانتيغاس لا ميديسين شينواز وين لا ماديروثيرابي لاكوبونكتور الحجامه. دونك حجامه سي يعني من الطب النبوي. الطب النبوي الطب النبوي باردون. دونك نسبوها لي شينوا ليهم شويه. دونك ولاو دركا لي جون يسانتيغاس بلوس لهاد الطب النبوي دونك بارابور الطب العادي. فوالا اوكي. اي ديروا تانيك لاكوبونكتور. L'acupuncture, donc ça sera prochainement, Inch'Allah. Okay. Normalement, le mois de septembre ou octobre. C'est donc le voilà. Barat. Voilà. Ah. Est-ce que c'est toi? J'ai jamais essayé. On a essayé. اه سيدا. اه وي البرا نورمالمون ما نديرهاش. وين 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 يتبلاصوا هذوك البرات؟ سا ديبون. دونك سا ديبون شاك بوان اناتوميك وعندو يعني لا باثولوجي تاعو. باغ اكزومبل اذا عندك مال دو دو راح يديرهم لك في الظهر تاعك. اي واش واش يعالجوا بهم هاد لاكوبونكتور؟ واش لاكوبونكتور نون سيمون استيمول لا سيركولاسيون سونغين يعني راح تحفز الدوره الدمويه الدوره اللمفاويه. يعني راح تقوي المناعه. وثاني سي ان انتي انفلاماتوار طبيعي. فوالا مضاد الالتهاب طبيعي. اليوم تشرب دواء دير لاكوبونكتور؟ دونك هادي توجور نقول لهم باسكو كاين دي جون بزاف يجوا باش يديروا الحجامه ولا يديروا دونك لا ماسوثيرابي ولا لا ماديروثيرابي يقول لك باللي نقدر نستغنى على الدواء الوغ كو هاد الحاجه خطا. دونك هو سي الطب التكميلي يعني تشرب الدواء تاعك عادي مي يعاونك. فوالا الوخز بالاباره انا شفتو في المسلسل تاع جون كوما انتوما ما تشفاولوش. اه وي قال 19 خطره فهمت. ان الملك يعاني من الم في بطنه ما تحكمش طك طك راك بريباري. سبحان الله يريح. فيها عفسه برك نيجاتيف هذه تاع الوخز بالابر. مش انت غير ديرها هكا يبدا يجيك هذاك التخمام زعما تاع لو كان نطيح ويدخلوك. انا بغيت نعرف اسكو ينضر الواحد لو كان يدير
الحجامه ولا يدير الوخز بالابر بون الحجامه ما ينضرش مي جينيرالمون انا كي يجيو لي باسيون دونك دابور يفو بروندغ لا غليسيمي تاعهم لا طونسيون تاني تاعهم وتسقسيهم اذا ما عندهمش دي باثولوجي يعني كيما باغ اكزومبل الناس اللي عندهم بروبليم تاع ليبوتونسيون ولا عندهم ليبوغليسيمي يعني السكر يكون هابط ولا لا طونسيون تاعهم تكون هابطه دو بريفيرونس يفيتيو يديروا الحجامه في هذاك لو مومون فوالا اوكي الحجامه علاش نديروها دونك الحجامه نديروها الحاجه الاولى باش نقويو المناعه تاعنا الحاجه الثانيه دونك التخلص باش نعاونوا الجسم تاعنا باش يتخلص من السموم وثاني نديروها الحجامه دونك باثولوجيك يعني باش تعالج بعض الامراض فوالا اوكي هذا باش تخفف الامراض الوغ كيفاش حسيت راحتك اللي عنده الوذن المنفوخه انا احكوا لي نتوما مين كنتوا هاد السيمانه درتوها هاد السيمانه قولوا لي انا سيتي لا بروميير فوا ندير حجامه دونك رحت عند امين هيلثي رحت هكذا تلاقيتو سيتي لا بروميير فوا ثاني باش نعرفوا فوالا دونك دخلت هكا زعما تبدا تخايل جو سي بو با تقول بالك يبدا يدق هكذا فينالمون نو البروسيس كيفاش يدير واحد الماساج قال لي باش يبروفوكي بالك بور لاكيميلاسيون سانغين فوالا بعد يدير هذوك فونتوز اون سيليكون ولا تقدر ديرها بين سامبل فونتوز فوالا جو مغابيل شفت قاعد نشوف انا تانيك عندي ايبوكوندرياك دونك نخاف لي مالادي اتسيتيرا دونك قاعد نشوف هكذا كلش ستيريليزي هذوك لي فونتوز في دي ساك تاعهم مغلوقين تما لي فونتوز اللي يوتيليزيهم هي ما ميت خلاص يترماو كاين اللي يقول لك بلي ندير كاين دي لي فونتوز نقدر نغسلهم بلو جافيل ولا نعاود نستعملهم لا دوزيام سي ان ساك جديد هكا يتفتح بوغ شاك تقدر تشري اصلا انت معاك من الفارماسي جوستومون حنا بون لافونتاج اللي عندنا في لو سونتر سي كو انا نجيب لي فونتوز دونك لو باسيون ولا لا بيرسون اللي حب دير حجامه تجي هكذاك عادي لا ميم اللي يكون نقولوا حنا عنده هذاك الوسواس بزياده يقدر يروح للفارماسي يشري ويجيب لي فونتوز تاعو انا كاباب ميم الفارماسي ولا توسوس لا شوف صاشيات عندي عندك الوسواس تلقايهم في صح كان عندي واحد سؤال مهم في الحجامه علاش ممنوع ياكلوا حاجه فيها البروتين ولا كالسيوم بوندون دو جور ولا 3 جور بعد الحجامه بون ماشي دو جور ولا 3 جور سي جينيرالمون سي اكسبيرينس بدي ريبوندي لنا هذا اوكي خلاص علاش ما نديروش واش درنا حنا سي سا لا كيستيون تاعك شوف بعد استالينا طك طك بهذوك لي بيكور ما تحس لهمش بزاف راك يدغدغوا اونفا تحس هكا يوم تي دونو ماشي حاجه حاجه هكا الاخر كيما لازير انا راح يعرف لك لازير راح معلم حسيت هو ماشي شي في خطر اللازير سي ان بريسك هكا شكت سناكر فوتو لي كاجي لي فوتو تاعهم اللي حبيتو تحكموا عليهم ريهام ما حتحقهم في الكانال بعد ريهام لا دونك هكذا اون فيت خبجات صغار هكا ما تحس لهمش تسنى ان مومون اون فيت لا بروميير سونساسيون صح كي يحط هذوك لي فونتوز قبل ما يدير هذوك لي بتيت بيكور هكذا تحس واحد ديرونجمون انت جانا هكذا شغل الكور تاعك مجبول جو سي با ومن بعد كي ينحي هذوك لي فونتوز يدير هذوك الاخر تحس واحد سولاج يا اون فيت سي بور انستيزي لا بارتي يعني باش تخدر هذيك المنطقه باش كي دير التشريط ولا الانسيزيون ما تحسش بها فوالا دونك لا دوزيام هذيك لا دوزيام بارتي او كونترير تحس روحك سولاج ما تحس بلي راك تنحي ان بوا كامل الكور تاعك مريح هكذا طك بتنوض تولي بيان انا شوف لي سونساسيون تاع لي جور دونك premier ou deuxième jour le lendemain ou après-demain حسيت روحي خفيف en forme après le jour même tu sens بالك une petite fatigue هذا ما قال même pas لا هذا الكونترير après عندي نعرف دي زامي كانوا كومبارازر كانوا داروا الحجامه هذاك النهار ايتو حسوا انهم كانوا ايبر عيانين كانوا حابين يرقدوا ايتو انا هكا صرات لي يومين وانا فراش فشلانه وصفره وحالتي حال ما فهمتش علاش فوالا ابخي ريما الحجامه تحفز الهرمون دونك الميلاتونين هرمون النعاس دونك يعاونك باش بور لا ريلاكساسيون ثاني باش قنعتوني قنعتوني والله روحوا سمعت معايا الاكسبيريونس تاعنا زين قالوا ميلاتونين حنا واقيلا خرج معاك الكورتيزول هذا تحفز عندهم الكورتيزول جوستومون بعد خرجنا الطبيب قال لنا قال لنا ما تاكلوش اللحم ما تاكلوش ما تشربوش حليب بريسيزي باسكو بلي لي ريزو سوسيو يقول لك قال الطبيب صاي نو وي نوتريسيونيست فوالا وي نوتريسيونيست فوالا امين قال ايفيتيو اللحم ما تاكلوش اللحم اي
بروتين ولا البروتيديتي كامل خلاص دوكا حنا بعد رحنا كلينا لحم والاخر ضرب كرام صباح لا لا هما شوفوا ما شافوا وخص بالابر الصيني راحوا كلوا الرامن الصيني مع اللحم تاع البقر كانوا فلوت هذاك اون فيت جورني شينواز علاش اون فيت لو ديرولمون تاع الحجامه دونك واش لازم دونك لازم ساعتين من قبل تكون ماكليتش وثاني يعني ما تاكلش وما تشربش ومن بعدها يعني فو ايفيتي تاكل يعني ساعه من بعد لا سيونس تاع الحجامه ثاني علاش اون دو ايفيتي علاش لازم نتفاداو ناكلو حاجه فيها البروتينات كيما باغ اكزومبل يعني اللحوم وبالاخص اللحوم الحمراء لا فيوند روج وثاني لي برودوي ليتي يعني الحليب ومشتقاته لانه الفتره ولا المده تاع الهضم تاعهم طول يعني من 3 ساعات حتى 6 ساعات وكي دير حجامه بوغ افوار لي بيان في تاعها يعني باش يكونوا عندك الفوائد نتاعها من الافضل تاكل حاجات خفيفه يعني اللي ديجيريها لو كور تاعك ولا اللي يهضمها لو كور تاعك رابيدمون على هذيك اون دي كونساي دو مانجي دي تروك يعني لور ولا بعد الحجامه فوالا اوكي على بها انت ما حسيت بوالو كنت قال لي في تاع الحجامه لا لا كنت اون فورم صادير لي جور ميم ما كنتش نرقد انا الكونتر ما صادير ما نو اون فيت هو تقدر تاكل لا فيوند بلونش بصح هو بالك خلط وكل الرامن مع هي الرامن ما فيهش الحمزة لحم البقر معليش دخشة هكا وين دخشة كانوا دخشات علاش قبلكم برك كنت ناكل على بالك والله وزوري دو لو كان صورتيه وين الطبسي والله ها وكليتو الزبادي تاع شينوا ولا وصباح ضرب فيها كريم الكريم ولا غنسيت نو لو لوندوما هما يقول لك جينيرالمون سي 24 مي انا نقول لهم باللي ابخي 12 اور يقدروا يشربوا يعني الحليب ولا يشربوا والله صافا جوا اون فيت حنا انا نديرو يعني دي زابيتود يعني غالطين ميم الحليب سي دي كونسيي نشربوه ابخي لاج دو 2 ans يعني من سن العامين دو بريفيرونس نحبسوا الحليب باسكو سا دوفيان توكسيك ويقدر ثاني يسبب بروبليم تاع الكونسير يعني السرطان اوكي الحليب ماشي مليح انا كاين شيل الحليب واو 12 سنه ما بغيتش في الجيب خلاص روح نصيحه ريسونت اللي داروها لي زاميريكان ما داروش من 9 اشهر عبا كيفاش نحبس الخلصه تولي تكفي نولي دوك نقدر نروح لماليزيا نروح لاندونيسيا نروح السياحه بما ان جبدنا هذا الموضوع تاع الماكله معليش بما ان جبدنا موضوع انه الحليب ماشي مليح وكاين بزاف يخرجوا دروك ولا بزاف في تيك توك ولا في انستغرام في مواقع التواصل الاجتماعي يخرج يقول لك ما تاكلش الصباح ما تشربش قهوه اجا ما تشربش حليب اجا ما تشربش لي جو اجا منا دونك حنا خصنا حاجه يتفقوا عليها الكل ناكلوها صباح اون فيت باش نجاوبك على هاد لا كيسيون حبيت برك نهضر على ان تي تروك كيفاش بديت في لي ريزو سوسيو دونك بديت على جال هادشي باسكو شفت من هبه ودبه راهو يدخل في لي ريزو سوسيو ويهضر دونك انا جي كومونسي في لا بيريو تاع الكوفيد وين بديت ندير نهضر على دي كونساي كونسيرنون لا بانديمي هاد كي جزنا عليها والحمد لله ان شاء الله ما نزيدوش ان شاء الله ان شاء الله وي ان شاء الله دونك كي يقول لك كي تنوضي الصباح تكوني اجون دي بريفيرونس دو كومونسي افيك ان فيردو يعني تشربي كاس تاع الماء علاش باسكو ديجا في لي ستوما تاعنا راح يكونوا كلكو كالوري سي بور لي زيليميني يعني باش نحرقوا هذوك السعرات الحراريه سينو من بعدها نقدروا نشربوا القهوه ولا جينيرال محنا سي قهوه حليب هي دي بريفيرونس كاس ما من بعد قهوه نورمال من بعد تقدري تشربي قهوه ولازم ثاني لو بتي داش تاعك يكون كومبلي يعني ماشي نشربوا غير قهوه برك افيك ان كرواسون ولا اللي هو سي ستان سوكر يعني رابيد دونك دي بريفيرونس يكون لو بتي داش تاعنا كومبلي وين فيه اون بار دو بروتيين وين فيه ثاني اون بار دو كالسيوم دونك وين ناكلو ان ياغورت ناتور نزيدو معاه البيض دونك سا سرا ان بتي داج كومبلي يعني فطور صباح صحي وكامل سي كوا بالك الماكله اللي لازم ناكلوها في الصيف زعما نهارات هكا كيما سخانه واش تكونسي دونك في الصيف الحاجه اللي لازم نديروها سي ليدغاطاسيون يعني لازم نشربوا بزاف الماء وناكلوا حاجات اللي فيها بزاف الماء شحال الكونتيتي تاع الماء لازم في النهار لا كونتيتي تاع الماء نحسبوها على حسب لو بوا تاع لا بيرسون على حسب الوزن وين نحكموا لو بوا يعني الوزن تاعنا نضربوا في 0.03 راح يمدلنا 120 كيلو تاع رمزي 120 راح يمدلنا 0.03 راح يمدلنا لا كونتيتي دو اللي يسحقها لو كور تاعنا باسكو لو كور تاعنا ديجا راهو فيه 70% من الماء فوالا
دونك شحال طاحت لك نهاد؟ انا 1.8 1.8 1.8 مي في الصيف دي بريفيرونس دوغمونتيان تزيدي شويه وين 2 لتر بلا بوغيفيتي لا ديزيدراتاسيون نديرو العمليه الثلاثيه لا ريما تحسب انا راني زايده انا نورمالمون 50 كيلو مي جو سو هاد اللي خطره راني زايده بزاف 50 كيلو راني دايره 50 كيلو طول برك راني دايره 60 كيلو لا 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 50 كيلو بوالي جامي وصلت لحياتي نحن 15 كيلو زيادة انا قول ليك شنو منش نشوف شحال اسمي كيلو عاود رجع دارت 90 كيلو في ضرب 0.03 ما يا رجيل انا يا لا لا دايم انا نحسب انا 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 شحال انا معناها عندي شغل ليتر في 0.10 مي دوكا ما نحكموش غير على هاد لاكونتي دي باسكو الماء راح نلقاوها في لي سوب نلقاوها ثاني في لي فوي ليغوم اوكي تما هي ماشي غير الماء وحده ماشي غير الماء وحده دونك قادر يجيك تسمم المائي ما في لي زاليمون اللي ناكلوهم باغ اكزومبل كيما القرعه اللي نلقاو فيها يعني 90% من الماء الفتيخ الدلاع فوالا تخي بيان فرح لا باسكو انا واحد الوقت كانوا كانت خارجه الترند تاع السوشيال ميديا تاع لازم تشرب 3 لتر في النهار و هي علاش علاش قلنا الدلاع علاش قلنا البطيخ باسكو شغل سي بالك الفاكهه الوحيده اللي شغل طريقه المضغ تاعها فيها شرب صح شرب فيها واحد ما باليش كيفاش فاهمو رمزي تفنن في الماكله انا تفنن عندك مصطلحات لازم قول امين درت انا زعما درت الحجامه شحال هذا بعد 4 جور هكذاك ولا 5 جور شحال لازم نستنى باش نقدر ندير اون دوزيام ولا اون ثروازيام وشحال لازم ندير من حجامه بالك في العام ولا داكو الو كاين بزاف ناس يديروا حجامه شاك موا شاك موا وي كاين يديروها كل شهر باسكو الحجامه سي 17 19 اي 21 دو شاك موا لونير يعني من اشهر الهجريه مي دو بريفيرونس ديرها شاك 6 موا ولا 3 موا علاش باسكو لو كان ديرها شاك موا تقدر تسبب لك بروبليم تاع يعني لانيمي فوالا فقر الدم وكاين ثاني الناس اللي يشوفوا كي يديروا حجامه تهمهم لا كونتيتي دو سون اللي يخرج الوغ كو سا ريان افا دونك الفائده تاعها ماشي في الكميه تاع الدم تما كي ما يشوفش الدم خرج ما عندوش هذاك لو سوراج يقول لك نو ما تعرفش وين صرات لي ثاني في لو سونتر واقع لي انت خاطيك فامبير هذا لازم نشوفو هكاك كاين اللي يقول ندير دي بتيت انسيزيون مي ما يخرجلوش الدم يعني يخرج لو بليتو الدم بزاف وكاين وين دي فوا يعني ديري بزاف تشريط وما يخرجش الدم بزاف انا هكا صرا لي ومن بعد وثاني خممت كيما قلت والو غير ما خدمتهاش مليح ومن بعد كي قريت عليها لقيت لا لا كل واحد وكيفاش كل واحد اسكو صحاب الانيمي اللي عندهم الانيمي يقدروا يديروا حجامه نورمال دونك يفو ميو يشوفوا مع لو ميديسان تريتون تاعهم مي سينو يقدروا يديروها باسكو كاين حجامه عندها شاك بوان اناتوميك عنده الباثولوجي تاعو دونك كل منطقه عندها يعني خاتمون تاعها داكور اللي بيان وتختلف نورمالمون الرجاله واش من عمر يقدروا يبداو فيه الحجامه دونك الحجامه اقل من 15 يعني اقل من 15 سنه يقدروا يديروا حجامه الجافه دونك في ابارتير دو 6 ans هكذاك يقدروا يديروا حجامه الجافه ما فيهاش تشريط ولا نو بلا تشريط بلا تشريط نعم سينو فوق 15 سنه يقدروا يديروا حجامه عادي ما كان حتى مشكل وبالنسبه للنساء على حسب واش قريت باش نعرفها معلومه صحيحه ولا لا يقول لك دو بريفيرونس ابتداء من سن الامل يعني 50 سنه وطلع ولا نو صنايع نوفا يقدروا ثاني يديروها بيان او كونتخا درك اللي نشوفوا باللي النساء ولاو يروحوا بزاف للطب البديل البديل فوالا تري بيان شكون اللي ديكونسي عليه الحجامه دونك الحاجه الاولى الحجامه دونك سي ديكونسي بالتشريط بالنسبه للناس اللي عندهم لو ديابيت داء السكري دونك دي بريفيرونس يديروا افيك دي بتيت انسيزيون كاين ثاني لي بيرسون كونسيروز يعني الناس اللي عندهم السرطان ربي يشفيهم ان شاء الله ويشفي جميع المرضى دونك حتى يشوفوا مع الطبيب وبالاخص سي دي كونسي بعد ما يديروا لا شيميوثيرابي ثاني دونك كاين الناس اللي عندهم دي بروبليم ديرميك كيما باغ اكزومبل بسورياسيس ولا اللي عندهم فوالا ليختيكار اي تو دونك يزم يشوفوا مع الطبيب ثاني تاعهم فوالا حتى يقل شويه هذاك الالتهاب باش يقدروا يعملوا الحجامه
Amin est présent, donc Amin est sur les réseaux. Où je te partage généralement sur les réseaux? Donc généralement, je fais des vidéos explicatives, donc qui me disent les réseaux sociaux, qui me disent « n'hadra la » les compléments alimentaires, نهضر على الامراض دونك بطريقه يعني اون ارغو يعني بطريقه اللي يقدروا يفهموها كامل الناس فوالا بالدرجه. ثاني جو دون دي كونساي هكذا ريسامون دونك صافي اون اني وليت نهضر بزاف على لا نوتريسيون على يعني الاكل الصحي واش لازم ياكلو واش ما لازمش ياكلو فوالا. بيان اسكو كدير كونتوني واحد اخر ولا تقعد في هاد لي كونساي؟ Bon, pour le moment, on a fait les conseils avec le travail surtout, oui. Voilà, maintenant. Tu peux faire le travail et le contenu? Donc, le travail... Un des spécial le contenu ou là? Bien, la société a fait le travail, donc le travail, c'est... Bon, le soir, on a fait le travail. Après, la chia, à partir de 17h, 18h, ça dépend de le travail qui fait le travail. Voilà. Inch'Allah, t'menou lik beaucoup de succès. Merci beaucoup, Allah yaïchi. Donc 11 000 abonnés sur Instagram. Andek Instagram bork ou andek tani? Andi Instagram, TikTok ou andi une page Facebook. Ok, kamel Amin halti, Amin halti. Donc page Facebook c'est mon bien-être. Sur TikTok c'est Sahatna. Et sur Instagram c'est Amin halti. Maksh hab tradhom kamel Amin halti? Oui, justement, nek hab tradhom kamel Amin halti, voilà. Khair, khair. Merci beaucoup Amin. Un dernier mot avec les auditeurs tana. Donc la حاجه الاولى نشكركم على الاستضافه donc merci beaucoup pour l'accueil تاعكم. ثاني donc نوجه تحيه لكامل المستمعين. نقول لهم برك فات très attention على الماكله واش تاكلوا. donc كما يقول لك الوقايه خير من العلاج. surtout الناس اللي راهي تاكل الفوندون عليك رمزي رمزي اليوم ساكت ما نهضر ما والو ميرسي يعطيك الصحه ميرسي ابو الله يعيشك صحه نختم لك لو ديرني انفيتي تاعنا في خليك في الجو سيتي انا انفيتي هلتي فوالا ولهنا بعد ربع سنين هنا كبيضك الصحه تلقاكم بالصحه ولهنا ان شاء الله هذا هو ميرسي امين اللي خفف جيست سيتي لا ديرنيير دونك نهاد واش كي حابه تقولي لا مازال قبل ما تقول نهاد اسمع ماناش ناسيين كي انت كي رمزي شي خليتونا حنا نشرحوا في بعضنا ومن بعد كاين انتم لا انا زكم هذوك ومن بعد في لابوز نقول لك شنو هما لي بوين نيجاتيف و بوزيتيف نعطي لي بوين بوزيتيف بالك نعطي لي بوين بوزيتيف رابيدمون ريما تي بيرسون اونيك والله تماك شغل خفيفه جايه هكذا خفيفه تضحك من ايتترا الصدبت رابيدمون هذه العفسه اللي تعجبني لو بلوس في ريما والله اوكي ميرسي صح اي نهاد سي اون بيرسون كيما قالت ريما شوي داكور جيتي تري تري داكور مع ريما اون بيرسون شغل بوسوز تري تري سيريوز و اسيدو سورتو والله ميرسي اي رمزي ما يصلحش رمزي شهادة زور راح يكون دوزيام سيزون صاي جو سي با شكون بين ريما ونهاد اللي قال والله ماشي زعما الحق سيك سي بيرسون فوالا تخلص لي ميسيون ميم زعما يزعف جيت راح نقول جيت راح نرجع لها على واحد العفسه قالتها لي من قبل ما نقدرش نقولها لا قلبها بيد رمزي نسيت كاع واش قالت لي من قبل Voilà, j'espère que vous allez vous retrouver. En fait, Rima, c'était parmi les personnes qui m'ont encouragé à faire Joe Kipita. Donc, il était premier contre Joe. Donc, on te n'achète pas. Voilà. Donc, à Bala, tu te fais de la chouille. Mais là, tu as un petit peu de mal. Merci. Merci pour le compliment. هذيك صحة اللي خفف جيست ان ديرني مو تاع لا فان سيزون كانت من احسن التجارب اللي درتها بعد انقطاع ديجا على لي ريزو سوسيو على الاذاعه الواحد كي يرجع بهاد الانرجي مع ايكيب كيما هكا دونك صافي بليزير ان شاء الله يتجدد بينا وبيكم اللقاء ونعاودوا نتلاقاو مع نفس الوجوه ان شاء الله ان شاء الله رمزي ميرسي بوكو لا ما قدرتش نشد دموع الفرح تراسح تاع النعاس هادو انا غير صافي بليزير خدمنا كيف كيف كانت عندي اكسبيريونس في لا ماتينال مي لا هذه ما كاش كيفاش هذه سي لا مي وحدها دوزيام سيزون نهاد الوغ انا قبل كل شيء جو ولي نقول ما
ميرسي لنازيم باسكو سي لا بروميير بيرسون لي امنت بيا في ميرسي نازيم في صحه نازيم في جو راديو كان اول انسان تلاقيت به في جو ميرسي الهواري ماناش معنا للاسف ميرسي سوها تاني باسكو تاني كانت هاد لي 3 بيرسون لي شجعوني كثر كاع من هالاول هنايا و جو سي كو هما الاولى اللي امنوا بيا ابري لي زوتر مع الوقت اللي عرفوني وعرفوا شكون هي هذا انا مازال وي انت مازال شويه جو لي رمرسي تاني طاهر فيصل تاني عاوني بزاف ما ننساش ما بروميير فوا هنايا في ستوديو كان اول شخص لقيت معاه هو فيصل رانيا ميرسي بوكو ولي صاحبتي دركا معتز ريهام شكسو ولا صاحبتك معتز اصبر اصبر باش ما ننساش شكسو معتز وريهام و بون لي راحوا لي راهم مازالهم جو لي رمرسي كاع ليكيب تاع جو راديو جو بلوس تاني هذه اولا وقبل كل شيء وثاني جو لي نقول لكم للبيبليك اللي كان يسمع فينا واللي شجعوني لي كومونتير الناس اللي نعرفهم ميرسي بوكو اللي شجعتوني باسكو جامي ايماجينت روحي بلي غادي نوصل لهذا المستوى ولا هذا ولا نكون في لايف سورتو في الاذاعه دونك كان تحدي صعيب بزاف باغ نكون قده كنت قده جو سي با شنو نقول مي نكره لحظات الوداع مي فوالا ميرسي لهاد لا شانس هاد لا شانس اللي عطيتوها لنا باسكو انا شخصيا اللي عطيتوها لي باسكو كنت دائما نقول وين نروح لبلادي ندي اون شانس و اونفان ديتها دونك ميرسي بوكو ميرسي نهاد انا جو فو ريميرسي كامل ليكيب ليك بلا مزيان بلا مزيان اصبر ميرسي معاد ميرسي نبيله ميرسي ريما اي ميرسي رمزي وميرسي الضياف اللي كانوا دائما معنا هادو كانوا جزء منا وليكيب جو سيكو غادي نعاودو نتلاقاو دونك بغيت نشكركم بزاف ثاني نكمل واش قالت نهاد ميرسي نازي دقيقه ميرسي بوكو ميرسي رابيدو ميرسي بوكو بوكو الوقت ليكيب انا جو ريميرسي كامل اللي كانوا بريزون سادير كو سوا في كو سوا في ليميسيون سادير في لو ستوديو ولا ديريير كو سوا دونك سوها نبيله ريم حمودي معاد رمزي ريما نهاد كامل لي زانفيتي تاعنا ليكيب فيصل مالك معتز تانيك شكسو تفكر تانيك شكسو راسم كامل لي كوميتي مانجر كو سوا يسرى يسرى رانيا ريهم اي طاهر معتز رابيدمون امو بور ليميسيون و صح ليكيب شوف شوي فير بهاد ليكسبيريونس صافي بليزير كي جاوزت معاكم هاد ليكسبيريونس واحد تكون في الدوزيام سيزون ريح رمزي ولا غير كي بديت تهضر على فوكش تفكرت هذوك اللي يهضروا تاع الترا على القطار المتوجه الى مدينه غرابة خلاص لا نعطيكم كلمه شوف رمزي رابيد مو رابيد مو فخور جدا بهذه التجربه وسورتو سورتو شوي فيير دفو جاوزناها مليحه ونشكر كيف كيف لي زانفيتي لي جامي عيط لواحد ومرفض انه يكونوا معنا في هذه الحصه صافي بليزير وجاوزناها شابه ونتلاقاو في مواعيد اخرى باذن الله ان شاء الله الدوزيام سيزون ريح خيكو طاهر طاهر يعطيكم الصحه ميرسي بوكو ليكيب جو سويت ان بون كوراج بور لي كونيكور اي بور لانيماتور اي بور لي تيكنيسيان اوسي ميرسي بور طون نت طاهر ريهم ميرسي بوكو على هاد ليكسبيريونس فرحت بزاف اللي خدمت معاكم سيرتو كي كنت ندير الهيترز جيسبر ما كرهتونيش هذا المكان ميرسي ريهم اون اونشان نخلوكم ديريكتومون في ليميسيون افتر خليك ميرسي بوكو ميرسي بوكو فيصل سي لون دو مي بيرسون بريفيري لهنا في جو راديو مازال كاع موا اوسي اسمحوا لي بصح موا اوسي اون اي توز داكور في هاد الحاجه اون اونشان ديريكتومون في خلي افتر خليك في الجو مع معتز اي سي زانفيتي حنا نعطي لكم ان رونديفو تري تري بيانتو تشوفوا دي باكونس ملاح اي تبعوا سورتو في لي باج ريستي ابوني